قبضنا صالح الكويتي وداود الكويتي، الدنيا دوارة، انت حييت اسم ابوك وعمك، اجا جوجو الجيل الثاني اللي بعبقريته قدر يدمج الروك اللي هو متخصص بيه، دخل بيه اغاني صالح الكويتي وداود الكويتي، وغنى عنده أغنية يغني ويا أمه ويغني ويا جدا. أنا متأكدة أنه أنت كان عندك أثر تأثير أو السبب، أنا أقول أكون شوية أقل أنه يكون التأثير على جوجو، لكن شلومو هو سبب أنه جوجو بدأ يتعمق بالموسيقى العراقية وبأغاني الكويتيين، وعنده حفلات يسميها أغاني الكويتيين، عنده ديسك خاص هو بس على الكويتيين. اثنين أنا أعرف بس واحد وثالث بالطريق. فإذا تقدر تحكي لنا على شلون قدرت تقنع جوجو وشلون تقبلها وش قد يضاد وقت على مدة قنعة وشلون صارت؟ أنا حكيت ويا جوجو على هذا الموضوع 3 سنين قبل وما قبل، قال لي لا أي ما أنا مو طراز مالي مو ستايل مالي، ما ستايل روك، ما قد أريد أجيب كلمات بالعربي، ما قد أريد أسوي طب لا 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 يكون يقولوا لي أنت أمن شرقي، أنا ما شرقي أنا غربي، ولو أمه عراقية وأبونه يمني، أبونه يمني فهو شرقي، بس الموسيقى ماله شرقية. وصار لي 3 سنين أنا لاحق علينه وقد لح علينه، وشوية شارب من شاف نجحنا وسمينا شارع على اسمه وكل العالم يعرفونه وقيحقون علينا، وقلت أش أسوي شين من طرف أقنعه، دائما كان يسمع يقول لا أي يسمع العبودية ايه يقول هذول قيدكون ليش قيدكون نحن ما لنا ما الاحتياج، لا ممكن تضحك نحن العراقيين اذا ما نبكي ما لنا. وهاي بالضبط ضياء كاشي زميلي بالمنتدى ذكر هاي، قال انه حكى وياك في اليوم وانت سالته لابوك قلت له ليش الاغاني العراقيه كلها تبكي؟ قال لك ابني العراقيه براد تبكيهم عم تضحكهم. من غير بكي ماكو ضحك. وشويه شويه 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 قمت اجيب له اغاني بس بستات بس بستات، وقلت له هيك ويا دلاله من جبت له وياي، قال لي غادي تسوي وغادي هيك وغادي هيك، ما قبل لي، قلت له اش قنعه، شفته قطعه من فيديو من داوود، ما كان فيديو من داوود، قطعه واحده من فيديو من داوود دقيقتين قيغني، قلت له تال خلينا بيت الدودو وخليناها بالكمبيوتر، اول نوبه عينوا جدو هيعزف وقيغني اول نوبه عيانه قد يبكي. قال لي شوف وجهه هيك ليش هو ما فخان؟ ايه عينه ما فخان. هاي وين كان التسجيل باسرائيل ولا بالعراق؟ باسرائيل. كريم يا شيرين يا شيرين يا شيرين
دقيقة ونص دقيقتين قلت له قد عاين قام يبكي قلت له بنطاف الساعة قد تبكي إنغاد تحية ذكرى تحية ذكرى من 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 جدا وقال لي أوكي أنت تعلي الغنيات علمني الكلمات وأنا أسوي الموسيقى واو وايق قمنا نشتغل عليها من هاي اللي حكيه قبل انا تعيطونه بالنيات ولقت منه عشما جيت بهنه ايه صحيح واشتغل عليها وسوينا ديسك واحد وإير دلالهم من ساعدوا على التقسيم وعلى ساعدوا كثير على الموسيقى لكم مقطع باليوتيوب انه قيأسفون اثنين وغيب كود وبعدين تحاضنوا وقاموا غيب كود ايه. المقطع كلش 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 مؤثر ايه هاي من سوينا فيلم فيلم اسمه عراكن هول ايه صحيح وقد قالوا لي ايه قيدق ودوت قي ودودو قي يتعلم منه قي قلده وانا قد قلوا ويائير بطل قال ما قد أقدر بعض وقام يبكي آه لأن يائير تعلم يتعلم من الموسيقيين ومن باباتك وباباتك وداود هم يعني لا وتعلم من سمع ماله إيه إيه يعني تربى عليه على إيه بس تعلم من غير موسيقيين اللي اشتغلوا يا أبوي وبطل وقام يبكي داود هذا دودو عيان وقام يبكي قام هم له وقام يبكي وأصلاً تبخم ويبكون ونحن قد صغوها وانت من بكيت طبعاً يعني كان طبق مؤثر ايه طبق كان قطعة قوية نبعت الريحان حني على الولد حني على الولد جسمي نحل والروح ذابت وعظمي بان ذابت وعظمي بان يومي الذي حبيت يا بنيتي جنيت
الحل والروح ذبت وعذني بان ذبت وعذني بان كثر ودواي ما يعرفه إنسان ما يعرفه إنسان. وشوية شوية يعني قال أوكي أسوي واحد ديسك واحد وسنعاني. سوينا أول ديسك وهذا الديسك عارفين سوى شين ضجة سوى ال 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 الأولاد نحن أنا second generation يعني جيل ثاني جيل ثاني الجيل الثالث من العراقيين هم عمرهم مثل دودو عشرينات ذكروا الأشمل جدا كانوا يسمعون وقاموا يشتون هذا الديسك من طرف أبوهم. أوه واو. وقاموا يسألون أنا أعرف لاي غنية أنا أعرف لاي. بدماغهم في مكان معين. إيه. اللي ما فتحوا له بعد هذا المكان. لا. هاي خلتهم يمكن فتح هذا المكان. إيه. فتح ويجيبوه هذه الأهل. والجد مالهم خذوا اسمعوا وهذا ديسك والحفلات اللي سويناها دودو تاسا والكويتيين بعنا بعد الديسك فوق 20,000 واو هاي في نطاق اسرائيل فيعني هذا بس كلش 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 يعني كبير لان دوله صغيره يعني وصلنا جولد ريكورد اسمها اي يعني الاسطوانه الذهبيه اسطوانه ذهبيه فوق 20,000 تصير اسطوانه ذهبيه اي من ما بعنا كثير ازيد يعني بامريكا باوروبا بس باسرائيل نجحت كلش طلعت بالراديو اول نوبه غنيه بالعربي تطلع بالراديو في الاغاني في برنامج اسرائيلي يعني مو برنامج شرقي طلع بالبرنامج الغربي هاي غنيه بالعربي هي اول نوبه برنامج غربي يخلي غنيه اول نوبه كان هيك وكلش نجحت وسوينا ديسك له كلش نجح ودودو قام يروح مهرجانات بالأوروبا بالإسبانيا بالفرنسا بولونيا وغني هاي الأغاني غني بس هاي الأغاني بس هاي الأغاني واو من طرف هاي تتعبر يعني وورد ميوزك موسيقى عالمية يعني كلش اثنية عالمية كلش بوب يعني ساعد ناس يحبون الموسيقى موسيقى مختلفة اكو جروب روك جروب اسمه راديو هيد اوكي مراته المغني بهذا الجروب هي عراقية يهودية. اه اوكي. وسمعته الديسك من دودو. كلش عجبته. وجبته زوجة هاي الفرقة راديو هيت فرقة عالمية يعني كلهم يعرفوها. وجو الحفلة وسمعوا قالوا له دودو إذا أنت تفتح الحفلات من عندنا تور والحفلات عندنا 15 حفلة بأمريكا. وعشرة بأوروبا انت ويانا انت تفتح الحفلة اقبل احنا نطلع هذا ايش عن فخر راديو هيد الكبيري اخذوا له الدودو وهذا للغنيات وفتح الحفلة مالنا
وتعرفين 100,000 شخص يجوا الحفلة مالك طبعا 50,000 100,000 بالبارك بالستاديوم هذول الكبار ايه وكلهم سمعوا قاموا يرقصون وعلى دودو صار عنده اسم طبعا كبير يعني راديو هيد اخذوهم وياهم يعني صار عنده اسم كبير بس المعلومات شلومو دودو عنده شهرة بالعراق كبيرة وأنا متأكدة إذا في يوم يصير مجال إنه دودو يسوي حفلة أقدر أأكد لك إنه يملي ستاديوم أو قاعة على الأقل فد 100,000 إذا ما أكثر وأعتقد يصير طلب إنه حفلات تصير بس إن شاء الله يصير السلام أنا متأكدة الناس أنا أعرف شباب أمانيل دودو موجودة على التلفون مالهم ما تصدق يعني حافظيها فإن شاء الله في اليوم يصير سلام ودودو يقدر يسوي حفلة في العراق يرجع للعراق وين ما جدة كان عارفين عمل حفلة باليوين في الأمم المتحدة عمل حفلة وجول السفارة العراقية السفارة العراقية وكل كل الخليج قعدوا بالحفلة وسمعونه وجاوا وطربوا واخذوا ايده وكل شيء يعني وبأردن سوى حفلتين بعمان كل الناس جوا وقاعدين مثل ما قلت أبوك كان يقول السياسة إيش لها علاقة بالفن؟ ما لها علاقة أبوي قال من سيلونه ألف غنية أنت لحاق ما تعبت خل شوف اللحن مثل البحر أش ما تأخذ من البحر ما يخلص أش قد ما تأخذ منه البحر ما يخلص اللحن والموسيقى مثل البحر جميل تأخذ من البحر البحر ما يخلص اللحن المطرفي هذا مثل البحر حلو ايش ما اخذ منه بعده بحر كبير اي بالعكس اعتقد شلون مهمين من شيني هل قد بينو عطاء اعتقد ايش قد ما تاخذ ينبت ازيد يعني مثل الشجره كل ما تاخذ من عندها الفاكهه تنبت ازيد هذا اعتقد العطاء والفن والعبقريه على شواطئ دجلة على شواطئ دجلة يا بنيتي وقت الفجر وقت الفجر على وقت الفجر
إذا عجبتكم أفلامي يمكنكم عمل اشتراك لقناتي عن طريق الضغط على زر الاشتراك سبسكرايب. وإذا حبيتوا استلام تنويه عن أي فيلم جديد يمكنكم الضغط على الجرس على يمين زر الاشتراك. شكرا على متابعتكم وتشجيعكم.